صباح الخير، عسلامة، شني حوالكم؟ صباح جديد لكن آخر صباح بالنسبة لي نحنا. تاكسي هكا توقف قدام الباب، زادا قدام الدائي. قلنا لا، من بعد ناخذ تاكسي نخرج من المطار، من الأوتيل للمطار. حبينا نجرب الفطور الصباح في مكان آخر، مش في النزل. خرجنا خارج النزل، قاهم في بالنا باش نشربوا البكري محلولة هوليدايا. نقاهم نكون مسكري باش نرجعوا نولي ونفطر في الريستورون. كهو هذه المسكرة. ما يخدموش، شفت الخبز الفماش هو اللي دي اليوم. شوفوا العشرة معناتها قعدتين لهنا متخبية على البرد. مش يشوفوا، نتصور كل القهوة مسكرة اليوم. مرة تسوق ما قدامنا كان الريستوران تو، باش نمشيو نفطر تو. بس بشيو ناس تصبح كيش، ناس تصبح تضحك، وناس تصبح كيش. هذا الرسول هاي بيها كهوميل اللي تساعد فينا تحسب ان سوم واحد في الدنيا توجينا تجري. هاي مرة هذي خذ الخبز هذا، الخبز هذا خلينا نجيب صحن نص ساعة. خبز هذا الخبزة الطويلة كهو مرتين، محبش العريضة، ذقت منها ما عجبتنيش العريضة. هي هذيك كهو كهو ياسي. توت توت ياخذي منه. شوف هكا نتاع البرتقال يعجبني بنين هكا المر. اي يزي مزيان، واحدة بركة كفي. لا يزيان.
السل ولا ما نعرف السل معلش يطلع فيه زعما هذا بعد يولي برشا قلت زيان انا يا بي تنجي بين الجبن قهوة حطيت فيهم الحليب ولا باش تجيب الحليب؟ نجيب الحليب شوية غلة قهوة هذا آخر فطور في الهوتيل وإن شاء الله اليوم نخرج ونمشي وديريكت للمطار لا لا الحمد لله كما لقيت كهوا الجبن نتاعك اللي بالك وكم غطيت الرجع كما هو باش تكلمي ولا باش تكلمي صباح الخير لاباس عليكم هذا اخر فيديو نصوروه في طور الصباح وبعد باش نمشيو للطياره اكيد وبعد نروحوا للسليمة ان شاء الله نوصلوا بالسلامه ما تنسونيش تشجيعاتكم نتاعكم كلامكم الحلو اللي عودتونا بيه ربي يبارك لكم ان شاء الله ويجعلكم ويعطيكم القبول ومحبه الرسول هذا مغربي لقيناه يخدم هنا و هكا نقصنا الحق في نص الصوم ندفعو ناكلو زوز ونخلصو واحد برك تاعك انت اوكي هكا هو توا حنا صايي اليوم باش نمشيو للريسبشن ساعه نعلموهم ومن بعد نقص دورة فيها هكا بعيدة ديسلدورف تعداو في ساعة 6 دقايق احنا زينا 22 23 25 26 اليوم 26 هاي الحمد لله بسم الله توكا باش نقعد لهنا هاي خل نقعد لهنا انا راس العام يبدو مزينين برشا الحلوة هالمنطقة قلت حلوة برشا راس العام هاني هني انا قاعدة وتحطيهم هذيك انت نعم بديك تعبة برا كان لقيت منظر حلو وصور اذا كان مشينا له اكتشفت حاجة جديدة برا
كان شنو قاد لهنا حتى لين نجي يجي يرجع ومن بعد ناخذ التاكسي من الزلبكري. نقعد نستعمل تليفوني انا تو هنا قاعدين نستناو مازال بكري نحرف في الوقت باش من بعد نمشيو للمطار. التاكسي قدام الدار تو نوريكم وانا باش نشوف بلاصه باش نصلي فيها. اي بلاصه القبله خاطر القبله هكا القري هذي بالضبط متلفت للقبله باش نمشي نصلي فيه. هاكا لهنا تاكسي طايب التاكسي شفتها التاكسي واقفين غادي كما يعني ما نقلقوش رواحنا نهار بارد اليوم. اوكي يالله هاكا غادي كل شيء مقابلني بالكدا بالكدا لهنا. كهو ناس تمشي وناس تجي دفعت بلي انا والله وليت نعاود شفت في مكتوب نشوف نقول باكشي 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 نردين ننسى. ملا عيني عينك سرقوا الشارجير والوايرلس مش نتاع التليفون تاعك مزال كشري جديد وبركه التليفون لي والله مصح عينه ويبزز فيه نردين نقول له انت هزيت انت الوحيد اللي قعدت غاديك وهو يبزز فيه هو ومرته يخرب ناس الريق لطف يا ربي ناس متعوده والله العظيم فما ناس ما تسرقش فما ناس تسرق. هزوزه ما غاديه ما نصورش يسأل فيهم ما يعرفوش. ما عندهمش كهو ما عندهمش خاطر ليش هو الراجل اللي هزو حطيناها غاديك قبل ما يجي هذاك واحد اخر شايب كبير شوي في العمر ابيض ما نعرفش ما انا بلاد بطبيعة الحال بطبيعة الحال هو صلخ ذيب نوردي مشى يشري في تشارجر خاطر ما عندوش شارجر وايرليس بالذات عنده مشكلة في تليفونه لازم يكون شارجر وايرليس والراجل سرقولو وهو يتشهل يتشلحط الراجل نوردين يقولوا انت اللي هزيته خاطر هو الوحيد اللي قعد غاديك قعد عليه وقام هزو معاه يا لطيف يعني بطريقه حرايميه متعودين على العباد هكا المسخين اللي عندهم كليب فهمتك العباد من حالتهم بينك المسخين ما عرفتش كيفاش يدخلوا الاوتيل كيما هكا ويسكنوا فيه. لقيت مسكرين هكا جيت تاكسي توا مروحين قصدي ربي ماشي للمطار بسم الله الهواء سخون وبارد في نفس الوقت. التاكسي نتاعهم هذا This man was really great. He nearly crushed Rome. Yeah, they reached Alpines. Yeah, they came over. They were 200 meters from Rome. Exactly. Yeah.
Yeah, but he made a mistake. Yeah, exactly. He didn't go on. He asked them to come to talk. Yeah. And they didn't come. They were running away from him. Yeah. Very good history of Africa. Yes, Carthage. Carthage is yeah. great yeah. civilization. Yeah. Must have been a terrible man, Hannibal. Yeah, Hannibal. He was yes. very strong. Yeah, yeah. No, because the cold weather is stopped them. Yes, yeah, yeah. And they brought with them elephant, but the elephant is doesn't work in cold weather. His power? Not that old. No, it's 50s maybe. No, not that old. And Sadrabal and... But also Carthage, many intellectual people, intelligent people, came, yeah. architects. Yes. They engineers have, came yes. to work in Tunisia. Yes, yeah. yes. Yeah. Great the, history. Those people coming from Syria? And the lady, is her name is Alyssa. She bought. She talked to the Empire of Africa this time. She said, "We want to buy a small piece of land, the same like a skin of cow." And the guy he agreed. Said it's okay, but the lady she's too clever. She start cutting the skin of the cow like a long rope, you know, and she took big land. A great museum yeah. in Cairo in Tunisia too. Bardo we have a big very nice museum yeah. of Carthage and Rome and all the civilization in Africa. كاو باش ندخلوا توا لداخل هذا هو المطار خاطر احنا كي جينا في الليل ما فقناش بيه ما عرف ما مظهرناش مش مبين توا عاد في النهار ظاهر واضح بسم الله تا 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 شو لوجو على الطيارة التونسية ونريقلو مورنا نشوفو نركحو مورنا وبعدك نرجعو لكم هاي كلها بالألماني ولا وين تونس تينيس يا أمستردام وبعد تونس ها 18-40 جيت قديش سي 45 اوكي وين ماشي 45 سي هذا هو 145 سي يا كان نمشي نشوف الوحده تاعي وايرلس عاد خلي شي يشوف وين بالضبط الطياره التونسيه باش يعمل تشيك ان وبعد يرجع نمشيو حنا للطياره وبتو طلبت قهوة وكعبة مافن مش نقعد نشرب حتى لين يجي نرضي قهوة مرة من غير حليب من غير حتى شيء وعندك المافن حتى لين يجي نرضي
شري كيما نسيتها الاخرى شارجير تسرق لها وشري لها واحد جديد. احسن من لك. احسن من اللي تسرق لك كيف كيف هم تشاينيز شنو هي باهي لا نوعيه باهي اوكي على الاقل تو عندك شارجير صاي كملنا وماشيين للطياره هذا مع البرفانات ريحتها شو مستعملين فهم مزحلولين جست تستعمل تمشي على روحك اذا كنت تحب تشري ته هاوكا محلولين باش تشم الريحه ريحه تهبل تقطر تقطر بالريحه لهنا برفانات يلا مكياجيت تا 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 جيست سيد فما هنا ماشيين احنا سي 45 سي 45 كبير بالقدام عندي شنو اي اي سي 42 ديجا وصلنا جيت سي 42 قهوة وشي بيو هذو من نوعية القهاوي زاد هاي الفوق هذا بكري خلينا ندخلوا الداخل عندي 20 لو حالين الكخت يا هكا ديسانس بتاعك فلوس هذي فلوس وسط الساعة 3000 فرنك هذاك سانس 3000 سانس يورو 3000 ريحتها تهبل طالعة ليش ما بيور يعني كانت بدا السومة الأخرى يتوني غير ما تجيب هي شعبها هاي هاي نمشي نقعد احنا نشربوا برشا قهوة الحقيقة نشربوا برشا حتى اللي جابتها لي وقت المتابعة كملناها لكم يعطيها الصحة كتو سي يجينا لهنا نشوفوا في نستناو حتى الطيارة عاد يعيطونا في الطيارة شوفنا نجمش نصور حاجة مش مبين حتى شيء برشا حاجة الطيارة تقبعات الطيارة التو ما جات يعني جات ومازلنا ما ركبناش في الطيارة نور ديني ديدي معينوش اش فما اخبار جات الطياره ولا مازالت الطياره موجوده اما البايلوت حرق فين حرق اخيرا ان شاء الله هكا بداو طوى بركه وقف وبداو يدخلوا فينا شوي بشوي في الطياره مخرط شوي على وقتها من الغلب ذكا ومازلنا باش نقعدوا في الكراسي وتحضر روح الطيارة ومن بعد يكونوا قصدوا ربيع صحيح ماشي بالطيارة هاي الطيارة ظاهرة باش نركبوا فيها ربي يوصلنا ان شاء الله بالسلامة وان شاء الله باش ندعي لكم الناس الكل اللي طلبوا مني الدعاء باش ندعي لهم ولا ما طلبوش مني انا باش نذكر ان شاء الله الناس الكل
أصحابك يا بنات الله على أرضي مدار تونس قبل 10 ساعة الآن إلى 10:10 بالتوقيت المحلي نرجوكم على فكوك وحزمة الأمان حتى ارتفاع العلامة المضاءمة في الأبواب. تبلغ درجة الحرارة خارج الطائرة 12 درجة مرجوكم الانتباه لكم وانت أنت عند فتح الركوب والتثبت بعد ترك ابتعادكم على متن الطائرة. سيدتي سيادتي نرجو أنكم قد استطعتم في هذه الرحلة ونتمنى ملاقاتكم في رحلة المقبلة إن شاء الله على متن الخطوط التونسية. شكرا. ماذا بدينا مستشفيكم من تونس. توصلنا نستناو في الباجاج. حطها في وسطها قدامها، حطها قدامها نوردي باش نخرج شوية بعد نلبسوا قبابتنا وبعديك نهزوهم. يلا هكا هاو صايي مروحين وهنا يوفى الفيديو متاعنا. إن شاء الله ملتقانا فيديو آخر جديد في من سليمان. يلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.